بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من محاضرات هياكل البيانات باستخدام الجافا. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن نظام الكيو في تراكيب البيانات. من خلال هذا الدرس سنتعرف عن الكيو والفرق بين الكيو والستاك، كيف نعمل عمليات على الكيو مثل الإضافة والحذف وعرض عناصر الكيو وطباعة هذه العناصر والبحث عن عنصر ما. بداية، الكيو هو عبارة عن طابور انتظار. هذا الطابور يزداد حجمه بإضافة البيانات في آخره ويقل بإخراج البيانات من الأمام. إذا بستخدم طريقة الفيرست إن فيرست أوت، يعني إنه المعنى العام الطابور أنه يستخدم من يأتي أولا يخرج أولا والمتأخر يقف في الآخر آخر الصف، على عكس الستاك. كان الستاك اللي هو من يأتي أخيرا يخرج أولا، فإن الكيو لديه نهاية ومقدمة. يعني في عندنا في الكيو حاجة بسموها مقدمة ونهاية، النهاية للدخول للبيانات والمقدمة لخروجها. طبعا زي ما احنا شايفين هنا، في عندنا نظام كيو. نرجع بنقول الطابور هو عبارة عن هيكلية بيانات يتم فيها تخزين عدد من العناصر بالطريقة ذاتها التي نتعامل فيها مع طوابيرنا في الحياة اليومية، حيث تتم الإضافة في الخلف بينما يتم الحذف من الأمام. زي ما احنا شايفين، لو إجا واحد جديد هنا بوقف بالآخر وبالأول بتم التعامل معه. برضو زي ما احنا شايفين هنا، لو عندنا طابور علي، عادل، سامي، أحمد، باسم، في عندنا حاجة بسموها فرونت الأمام، والرير أو الباك اللي هو الخلف. استخدامات الطابور زي ما في الألعاب مثلا، لو أنت أجيت تعمل لوجن للعبة معينة فبتلاقي أنه أنت you have to wait in the queue for مثلا 42 second. مثال أيضا على الطابور، نظام الطابعة في الفايل برينتر، بتلاقي انه انت لو جيت تطبع وكانت الطابعه في مشغوله بملف معين فانت بتكتب لك طابعه انه يو ار ان ذا كيو، بتعمل عمليه ترتيب الى هذه العناصر. ايضا نظام التشغيل يوجد في لديه كيو. فاذا استخدامات الكيو كثيره جدا في نظم الحاسوب. للطابور ثلاث عمليات. العمليه الاولى اللي هي عمليه الادخال واضافه عنصر جديد، فهذه بسموها ان كيو. ان كيو وتتم الاضافه عند يعني وتعرف هذه الاضافه انه لما بدنا نضيف بنضيف الان كيو بنضيف في الاخر، في اخر الطابور. الدي كيو معناها انه انا بدي احذف، بنحذف من الاول مش من الاخر. يعني هنا الرير بتمش عمليه الحذف منه، هذا على عكسها في الفرونت لعمليه ايش الدي كيو، والان كيو لعمليه ايش الرير. يعني هنا معكوسين. عرض معلومات العنصر الاول بسموها بيك. بيك بتعرض اول عنصر موجود في الكيو اللي احنا بدنا نتعامل معه. طبعا عمليه الاضافه زي ما احنا شايفين، لو انت بدك تضيف عندي الفرونت علي وعادل وسامي، الفرونت تأشر على اول عنصر اللي هو كان اول واحد دخل الكيو اللي هو علي. لو بدنا نضيف وين بنضيف؟ في اخر القائمه. لو كان عندنا لينكد ليست فبنروح بنضيف في الاخر، لو كان اري برضه بنضيف في الاخر، ده احنا بنضيف ورا سامي. اول حاجه بخلي الرير يبطل ياشر على سامي، وبروح بخلي الرير ياشر على عادل بالشكل هذا، وعادل بيبقى ايه احمد بيبقى ورا سامي. انا اسف شويه خربطنا بالاسماء، احنا نرجع مره ثانيه بنقول انه اول شيء بنروح بنضيف احمد ورا سامي. نمرة اثنين بنخلي الرير يأشر على أحمد، وأحمد هو العنصر الجديد. عملية الحذف، أول شيء بنحذف بالعنصر دائما من الأمام، يعني بنحذف من الفرونت، بنحذف من العنصر اللي هو علي، هذا حنحذفه زي ما احنا شايفين، وبنخلي الفرونت يأشر على العنصر اللي بعده، وبصير هذا عادل هو الكرنت اللي موجود عندي اللي هو مين؟ الفرونت اللي موجود عندي هنا.
مثال آخر، يعني لو كان عندنا الترقيم مثلا، لو كان هذا صفر مصفوفة واحد وهذا رقم اثنين وهذا رقم ثلاثة، طبعا الرير بيأشر وين؟ على رقم ثلاثة، تمام؟ وهذا ايه؟ لغيناها لأنه نسخها من الصورة الأولانية. في هيك حالة أول شيء إني أنا الفرونت ايش بدي اعمل فيه؟ بدي ازوده، كان صفر بدي ازوده واحد، صار الفرونت قيمته واحد والرير قيمته ايش؟ ثلاثة، تمام؟ لو انا بدي احذف كمان مرة معناها ان انا بدي ازود الفرونت كمان واحد، بصير الفرونت اثنين وبحذف هذا ببطل، انا بصير الفرونت يأشر على العنصر اللي بعده. طبعا من خلال العمل حتبين الامور هذه. طبعا لو احنا بدنا نعمل بيك معناها انه انا باجي للفرونت اللي هو اول عنصر، ان انا بشوف شو العنصر الموجود في الفرونت. طب كيف بنعمل بيك؟ يعني انا الفرونت هنا لو كان عندي مصفوفه، الفرونت ايش قيمه الاندكس تبعه؟ الصفر، هيرجع لي ايش؟ علي. هي ايه امر البيك، لو كان الفرونت عندي واحد ولغينا هذه بروح برجع لي عاد. هيك احنا بنكون فهمنا العمليات اللي على اللي هو الطابور. الان نروح نطبق الاشياء هذه بالجانب العملي عندنا. زي ما انتم شايفين هان، اول شيء بدنا نعمل اللي هو ايه الكيو اللي عندنا. ايش بدنا نعمل؟ كلاس اسمه كيو، نستخدم الاري في هيك كلاس. نبدا مع بعض، هاي الكيو اللي عندي كلاس، نحذف هذا المين بالشكل هذا ونبدا مع بعض شوي شوي. طبعا اللي بجن وايش وان لغه عربيه نكتبها انجليزي بالشكل ده. المتغيرات اللي عندنا حنعرف مصفوفها. طبعا احنا ممكن نبدا كيف انا بديت هذه، نحذف هذا كله مع بعض ونبدا شويه شويه. هاي الكيو انا عامله بروجكت، انا بدي اعمل ايش؟ نقوله ديليت. وهي نبدا فايل نيو بروجكت نسميه كيو امبل، كيو امبلمنتيشن، تشوز بروجكت، كانسل نيو فايل نيو بروجكت جافا امبل، نيكست نسميه ايش؟ كيو اندرسكور امبل. ايش يعني كيو امبل؟ كيو امبلمنتيشن تطبيق الكيو. وعملنا فينش، رتبت الامور هذه هيك كلها، شلت الكومنتس وهذا عندي باكج موجوده بالشكل هذا، هي كيو امبل، وحتى شلت ايش؟ المين، اخليها المين داخله، تمام؟ نبدا بالكلاس هذا، ايش في قلب الكيو؟ انتجر نعرف مصفوفه اسمها كيو، تمام؟ بعدين ايش بدنا نعرف المتغيرين اللي هو الانتجر الفرونت المؤشر وانتجر حاجه يسموها الرير. بعد هيك بدنا نعرف انتجر نحط السايز تبعه، نعرف قديش ايش حجمه اللي هو مين؟ للكيو اللي هو مين؟ عباره عن التوتال نمبر اوف اليمنت، يعني هذا ايه؟ نقول بالانجليزي توتال نمبر اوف elements in queue، تمام؟ هيك عرفنا المتغيرات اللي عندنا. هل لقيتها؟ بنروح نعمل اللي هو الكونستراكتور لهذا. كيف بنعمل كونستراكتور؟ بنقول public، نقول my queue او queue emblem، طبعا هنا انتجر نعمله بجن وانت هنا. طبعا احنا ممكن نعمل كونستراكتور اوتوماتيك لكن انا بدي اعمله واحده واحده. نقول سايز اوف اري
يعني هذا بده ياخذ حجم الاري، تمام؟ طبعا عندنا كيو بيساوي كيو بيساوي نيو، نعمله من انتجر. ايش بدي ياخذ هذا؟ حجم الايه؟ حجم المصفوفه اللي انا بدي اعملها، انا حطيت لها بديها الحجم، هو بروح بينشئ لي مصفوفه بالحجم اللي انا اديته اياه. فهيك صار عندي مصفوفه من العناصر اللي هي داخل الكيو. بعد هيك الرير، او ممكن نقول طلع كيف؟ ذس دوت، تمام؟ ونكمل ذس دوت رير. ايش بدنا نعمل الرير؟ بداية لما بكون الكيو فاضي بناخذ الرير والفرونت بكونوا متساويين لانهم بأشروا على نفس العنصر. لو احنا خدناهم بصفر معناها انهم بأشروا على العنصر الاول والكيو في قلبه واحد، فانا بدي اخذهم بناقص واحد برا الاندكس تبع الاري. يعني اول مرة بدي اخذهم بناقص واحد وذيس دوت فرونت بيساوي ناقص واحد وذيس دوت سايز. السايز طبعا اول مره ايش بيبقى؟ صفر. وانا لما كل ما اضيف في قلبه للكيو بعمل عندي اضافه. هلقيتها بدنا نعمل الفانكشنات تبعتنا. اول اشي بدي انا اتاكد من حاجتين في عمليه الاضافه، بتاكد انه الكيو تبعي ما انتلاش، ما اخذش السايز. يعني لو انا عرفت كيو من خمسه مفروض ياخذ خمس عناصر بس، فانا بدي اعرف انه السايز تبعه مش ملان اللي هو از فول. وبدي اعمل فانكشن ثانيه، داله ثانيه تشوف لما انا بدي اجي احذف من الكيو، هل الكيو هذا امتي ولا مش امتي؟ خلصت الحذف. ايش يعني امتي؟ امتي يعني اخذنا كل العناصر اللي موجوده فيه. طب كيف بنعرف امتي؟ يعني السايز صفر. انا ممكن اعملها بعده طرق، فاحنا نبدا نعملها بطريقه سهله. نقول بابليك از امتي بترجع بوليان، يعني يا اما ترو يا اما ايه، يا اما فولس بوليان. نقول از امتي بيجنو ان جوا، بدي اعرف انا بوليان، اقول اسميه ريسبونس، يعني المرجع الي بيساوي فولس، تمام؟ بدي افحص اسكان السايز اللي عندي، اف السايز بيساوي صفر. ايش بده يكون عندي؟ الريسبونس ايكوال ترو. ترو ايش يعني؟ واعمل ايه هنا؟ ريتيرن ريسبونس. نكتب كلمة response صح؟ response. هاي response عندي هان، هاي response الإجابة عندي والإجابة هان، وكلمة true هذه true بالشكل هذا، و return نكتبها بشوي بده هي فاصلة مقطوعة هنا بالشكل هذا، تمام. هيك احنا خلصنا من از امتي. ممكن نعمل هلقيتها اللي هو نعمل نجربها، نعمل ان كيو الفانكشن الثانية ان كيو. تمام، الان كيو هنعمل بابليك بوليان، بدي اشوف اذا كان ضاف ولا ما ضاف. ان كان ضاف برجع لي ترو، اذا كان ما ضافش بده يرجع لي فورس. بوليان ان كيو بيجن وان بالشكل هذا. الان كيو حتاخذ عندي انتجر اليمنت، اي اليمنت موجود عندي، تمام. وايش تسوي؟ تفحص في الاول اف انا اسف على ال، طيب حنفحص. ايش بدنا نفحص؟ والله سكان الرير اللي احنا موجود عندنا ما سواش الكيو دوت لينكس ناقص واحد. ايش يعني دوت لينكس ناقص واحد؟
يعني الرير وين بدي أشير؟ سكان الرير كل مرة احنا بنضيف في الآخر، لو كان الكيو حجمه 5 ضفت أول مرة صار 1، ضفت الثاني صار 2، 3، 4، 5، يعني الرير وصل لحديد 5. طب 5 إيش معناها؟ 5 إنه وصل لآخر الأري. طب الرير سوى ب5؟ لا، الحجم الأري هو عبارة عن 5 ناقص 1، لأنه ببدأ من 0، هو 4 آخر عنصر حيوصل له. فأنا بدي أفحص إف الرير لا يساوي الكيو دوت لينث ناقص 1، يعني ما وصلش لاخر عنصر هو بضيف. ايش يعمل الرير؟ زود عليه 1. هلقيت وين بنضيف؟ بنضيف في الكيو. ايش صار حجم الرير اللي هي لاول مره كان ناقص 1، او يعني اول مره بصير بصفر، ناقص 1 زائد 1 0، زائد 1 2، زائد 1 3. اذا انا باخذ ايه؟ هنا الرير اخر نقطه وصلت الها، تمام، بساوي مين؟ الالمنت اللي موجود عندي. بعد ما ضفت السايز ايش بصير فيه؟ بدي ازوده ب1، وفي الاخر برجع ايش؟ ريسبونس نعمله ريتيرن هنا، والريسبونس هذا ايش بنعرفه في الاول بوليان زي ما انا عرفته هنا، بناخده بفورس بعد هيك ان انا ضفت هنا بالاف بعملها بجن واند معناها ضفت. اذا انا هنا بدي ارجع بعد الريتيرن هنا ارجع هذا، انا اسف، الريتيرن هنا بدي اصير الريسبونس ايكوال ترو. وهنا بده يكون عندي اند، وهي الريتيرن تبعت الفانكشن. هيك احنا ضفنا في الكيو. تمام، الان بدنا نعمل دي كيو. كيف بنعمل دي كيو؟ بنعمل public integer في كيو عندي انتجر ريسبونس كيف بعمل دي كيو؟ بدي انقص منه، اشيل اول عنصر منه، فبقول له اسكان السايز نوت ايكوال صفر، لانه ما ينفعش انا يعني احذفه من عنصر صفر. ايش بدي اعمل سكان السايز ايكوال صفر؟ ازود زي ما قلنا في النظري، بنزود الفرونت والريسبونس هذا اللي هو الاليمنت اللي انا عملت له ديليت. ايش بدي اساوي؟ كيو الفرونت يعني العنصر اللي انا اخذته من الاول، تمام. بعد هيك بدي اعمل السايز، ايش بصير في السايز؟ ناقص ناقص منه 1 لانه حذفت عنصر. بدي اعمل ريتيرن لمين؟ للريسبونس او الايتم اللي انا عملت له ايه؟ ديليت. هاي البيجن هاي اند، وهذا لها بيجن واند بالشكل هذا. هذا الاند تمام، ريسبونس ريسبونس تمام. نعمل اللي هو الفانكشن اللي اسمها فيك، ايش ماله هذا؟ ليش مش
انيشيلايز فيريبل ما بدي اعمل له انيشيلايز، انا اخليه صفر، ما بدي انيشيلايز له لانه بقول له انيشيلايز حط له قيمه، يعني ما بدي اوضع له اي قيمه. الان نبدا نعمل البيك. البيك زي ما قلنا بترجع ايه؟ اول عنصر. كيف نعمل البيك هذه؟ بابليك انتجر بيك. ليش انا حطيت انتجر؟ لانه المصفوفه اللي عندي كلها عباره عن انتجر. طيب نعمل ممكن نفس الطريقه، نستخدم الريسبونس هذا انتجر ريسبونس. بعد هيك ايش بنعمل؟ اف بدنا نشوف اذا كان امتي ولا مش امتي. طبعا الامتي هذه يعني لازم احنا نشوف كيف، هل الكيو امتي ولا مش امتي. نعمل از امتي هذه قبل ما نفحص، لانه بينفعش اعمل كيو دي كيو وهو يكون عندي ايش؟ امتي بشكل هذا. طبعا هنا احنا بدنا كمان خلي البيك لبعدين، اشوف انا نعمل هذه اللي في الاول is empty. وهنا كيف نعمل is empty؟ بنحط public boolean is empty، نفتح قوسين هي هاي begin و end لها. method is defined in a class qm when is empty is empty. عملناها ال is empty احنا. طيب تمام، نكمل على شغلنا اللي موجود اللي هو ايه؟ نعمل البيك هذه. ما دام is empty موجوده نعمل ايه؟ البيك على السريع فيها. public integer peak بنعرف عندنا integer bonds نحطه صفر integer. نجي نفحص وقت ايش بنعمل بيك؟ if is empty. طب is empty ايش بترجع؟ بولين اذا كان فاضي، احنا بدناش اياها تكون empty، بدنا is not empty. is not empty begin و end. ال response هذا ايش بيساوي؟ اول عنصر q، q مين؟ front زائد واحد. طب ليش الفرونت زائد واحد؟ لانه ممكن يكون ما فيش فيه اي حاجة لو كان ايش؟ is not empty. تمام؟ بعدش بنرجع مين؟ return response. هيك بترجع لي مين؟ اللي هو أول عنصر موجود عندي. في عندي function ناخذ السايز. كيف بنعمل السايز؟ get size. سهلة جدا، public integer بنعمل اسمها get size، وال get size ايش بتعمل؟ return على طول السايز تبع ليه؟ ال array. نيجي في المين بنعرف instance من الكلاس اللي موجودة عندنا. كيف بنعرف انستنس من الكلاس؟ بنقول له ايه؟ كيو ام بالهذا. او هذا شايفينه؟ كيو ام بال. في عندي ايه؟ بنسمي عندنا ماي كيو. بيساوي نيو
كيو امبر بنديله الحجم اللي احنا بدنا اياه، لو قلنا 10 بالشكل هذا. اذا ماي كيو صار عندي نوعه من نفس نوع هذا، العشرة ايش بتروح؟ بتدي لمين؟ للسايز. اذا انا بعمل لي كيو في قلبه 10 عناصر، في قلبه رير ماينس 1 فرونت ماينس 1 والسايز بصفر. عشان نضيف بداخله بروح بنطبع ايه؟ سي اوت. ماي كيو دوت ان كيو، اديني الانتجر، حطيت له انا 1000 الالمنت اللي عندي، وهيك بنضيف هاي اول واحد، هاي الثاني، هاي الثالث، هاي 1000، هاي 2000، هاي 3000 بالشكل هذا. لو انا شغلته نرجع نتفحص الكود مره ثانيه. احنا عندنا ماي كيو، عرفنا كيو الري فاضيه، فرونت والرير اللي بدهم ياشروا عندي على المقدمه والمؤخره، عندي السايز توتال نمبر اوف اليمنت، عملت كونستراكتور للماي كيو بالانتجر سايز اوف اري، بعدين اخذت كيو نيو انتجر اري بالسايز اللي انا ببعته في الكونستراكتور. الرير قلنا اول مره بنحطهم والفرونت ناقص واحد وبيبقى السايز بصفر. عرفنا از امتي بتروح بتفحص اذا كان السايز صفر برجع لك ترو، غير هيك برجع فولس لانه هذا بخشش على الاف. عرفنا ان كيو ريسبونس عرفناه بيساوي فولس، انه هي لو عمل ان كيو ضاف برجع لك ترو، وقت ايش بيعمل؟ بيكون ترو اذا كان عندي الرير بيأشرش على اخر عنصر في المصفوفه. فعندنا الرير بنزوده الرير زائد واحد زي ما احنا شايفين هنا. الكيو للرير بيساوي الالمنت اللي اجى عندي، السايز بضيفه واحد، الريسبونس برجع ترو، وريتيرن ريسبونس لو تمت الاضافه برجع لك اياها ترو. الدي كيو معناها الحذف، عرفت انتجر ريسبونس، طبعا هذا ممكن ريسبونس ما نحطوش بصفر، هذا بديك وارنينج انه لازم تحط لنا انشيلايزنج، بنحتاجش نعمل انشيلايز له. اسكان السايز لا يساوي صفر، اعمل فرونت زوده واحد والسايز ناقصه واحد، وفي الاخر الريسبونس برجع لك مين في الفرونت. البيك معناها بيجي بفحص اسكان مش امتي، رجع اول عنصر من العناصر اللي موجوده في المقدمه، وبرجع لك ريسبونس للعنصر اللي بيرجع عندك. جيت سايز بيرجع ريتيرن للسايز اللي احنا كل مره بنزوده لما نعمل ان كيو وبنطرحه لما نعمل دي كيو. هذا المين عرفنا عندنا انستنس اسمه كيو من نوع ماي كيو، وادينا له 5 عناصر او 10 عناصر ممكن تديله. سيستم دوت اوت دوت برنتلين كيو ان كيو ال1000، لما انا ضفت ال1000 عملت له رن، ايش زي ما انتم شايفين هنا، انا لما حطيت ال1000 رجع لي ترو، ال2000 رجع لي ترو ضافه، ال3000 رجع لي ترو. لو انا بدي اطبع السايز بحط سي اوت كيو دوت سايز، المفروض رجع لي 3 3. لو انا عملت دي كيو سي اوت كيو ضد دي كيو، المفروض ايش يرجع لي؟ السايز يصير ايش؟ 2. رحت طبعت بعد السايز، يعني انا سي اوت افتر ديليت اور دي كيو، هنا 1 2 3 عناصر، احذف لي ال1000 افتر دي كيو ايش صار عندي؟ 2. لو انا قلت له هلا اطلع لي بيك، وقفت هذه قلت له سي اوت اطلع لي كيو دوت بيك، المفروض اجيب لي اول عنصر عندي 3000، طبع لي الثاني دي كيو، اعمل دي كيو شالو هذا والسايز.
نرجع كمان مرة دي كيو البيك رجع لي ايه اول عنصر اللي هو الالف اللي انا ضفته في الاول، تمام؟ صار عندي 1000 2000 3000 كيو، وطبقنا هيك جميع العمليات. المطلوب منك انك تطبع العناصر اللي موجودة داخل اللي هو الكيو. كيف بنطبعهم؟ الطباعة طبعا سهلة جدا، انه هو بتفحص سكان نوت امتي وبتمشي عليهم فور لوب زي لكنك بتمشي على اري عادية، تمام؟ هذا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسف على الإطالة لسبب مشكلة ما.